نستمع إلى صلاح الدين العواودة. نرحب بك أستاذ صلاح في هذه الحلقة، وطبعا نحن بعد عام على طوفان الأقصى. اليوم رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل يتحدث عن مصر وعن عودة إسرائيل إلى نقطة الصفر، ولكن هناك الكثير ممن يعترضون على هذا القول ويقولون بالعكس إنه الخسارات كانت فادحة إن كان في فلسطين أو في لبنان، وكما يتفضل ضيفنا الآن إنه لبنان ربما غرق بما لا يستطيع أن يتحمله. ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. لا شك أن القضية الفلسطينية تاريخيا وفي هذه المرحلة خصوصا هي قضية تضحية بالدرجة الأولى من أجل تحقيق حقوق للشعب الفلسطيني. هذه التضحية بدءا من الشعب الفلسطيني ومرورا بكل الشعوب العربية المتضامنة والمساندة والتي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى. وهذه القضية ليست اليوم، يعني ليست بنت 7 أكتوبر، وإنما قضية عمرها أكثر من 100 عام. وخلال هذا القرن من الزمان مرت في كثير من الصعود والهبوط، وقدمت كثير من التضحيات في فلسطين وخارج فلسطين، وخاضت دول عربية حروب في إطار هذه القضية. وبالتالي عندما ننظر إلى المعركة الآن ننظر إليها في هذا السياق. ما يفعله لبنان هو ليس يعني شاذا عن سياق القضية الفلسطينية، ولا شاذا عن تقاليد ولا تاريخ الأمة العربية والأمة الإسلامية. وما دامت القضية الفلسطينية لم تحل ولم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه، فالمسألة مرشحة لجولات تصعيد أخرى. واليوم وتعليقا على كلام الأستاذ خالد مشعل بأن القضية الفلسطينية أو أن الكيان الفلسطيني عاد إلى الصفر حقيقية، فمن منظور إسرائيلي عادت القضية إلى عام 1948، وما يقوم به الاحتلال من مجازر وإبادة هو عودة فعلا لعام 48. الاحتلال خلال العقود الماضية شعر بأنه أصبح كياناً طبيعياً في المنطقة، وبدأ يتحدث عن جمهورية ديمقراطية، ويخدر الفلسطينيين بإمكانية حل الدولتين دون تحقيقه، وصور للأوروبيين بأنه فيلا ديمقراطية في غابة من الديكتاتوريات العربية، وذهب إلى التطبيع مع النظام الرسمي العربي بدون تقديم أي شيء من حقوق الشعب الفلسطيني أو التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي جاء طوفان الأقصى وجاءت هذه الهبة والمساندة اللبنانية ومن عدد من الأطراف العربية لتعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها، ولتشعر الكيان بأن القضية لم تنتهي وأنه لم يستتب له الأمر بعد كل هذه العقود.